أنا بسأل عن الصعوبات اللي يواجهوها التنفيذ وهناك معلومات كثيرة تقول إني صورت في مكان أماكن خطرة نوعا ما، وأقول لله قبل فترة عند الناس تشهد بنفس المكان، فشلون قدرتوا تجتازوا هاي الصعوبات تصوير بهاي الأماكن اللي إلى حد ما هي خطرة؟ أهم شغلة الأصعب هو نقل الحقيقة بأمانة، هاي أصعب من أي شيء ثاني تقني. الصعوبة إنه تنقل الحقيقة بأمانة للناس اللي ضحوا، الناس اللي وقفوا بدون تحيز بدون تمييز، هاي كانت أصعب مهمة والحمد لله قدرنا نتجاوزها. أما باقي الأمور إحنا تكاتبنا تعاوننا اجتهدنا والحمد لله اشتغلنا بروحية عالية بتعاون أهالي المدينة بتعاون الفريق والحمد لله قدرنا نعمل.